انزل عبد الجليل ريح نفسك ورا اي صخره ولا اي مصيبه. يعني اللي حامل فيها امه انا هنزل افك يا باشا. افك ولا محصور احسن؟ اخلص وانزل انزل. عن اذنك يا حسام اصل محصور. لا انت براحتك يا باشا. في مكان ليه يا رجاله؟ اتفضل يا باشا. واسع شويه يا شيخ حسن. ايه ده؟ شلالات نياجرا. اوبا. الحمد لله على السلامة. يا الله يسلمك. نضال انا في سؤال كنت عايز اساله لك. بس بصراحة كده كنت مكسوف. لا ليه عادي؟ ما انا كنت نايمة في كفن يعني. المكان اللي كلنا هننسأل فيه. يعني بعد عمر طويل ان شاء الله يعني. ليه بتقول كده؟ هو الموت وحش؟ بالعكس يا حسام، يا بخت اللي ماتوا. عارف احلى حاجه في الموت ايه يا حسام؟ لا الحقيقه مش عارف. انه يكون ليه معنى، ويكون اللي مات ادى رسالته. طب حصل خير يا نضال. انا اساسا ما كنتش عايز اسال، كنت بهزر معاك يعني. ايوه ابو حسين، احنا عدينا تلت الطريق تقريبا. بعد شويه هنبقى في نقطه التفتيش اللبنانيه. هكلمك من هناك. متشكر يا ابو حسين. متشكر يا اخويا. لو سمحت يا ناجي باشا، التليفون ده ممكن يكلم مصر؟ لا مش عارف الحقيقه. طب معلش يا نبي، اصل ممكن اكلم ماما، نفسي اسمع صوتها. فوت كلمها، ما تقولهاش احنا فين. شرم الشيخ برضه. الو ماما. كده برضه يا زاهر؟ طول المده دي يا ابني ما تطمنيش عليك. انت فين يا ابني؟ انا كويس يا ماما، كويس قوي والله العظيم. لا لا ما تقلقيش عليا خالص. انا يا ابني ما بنامش، والله ما بنام. اوعى تكون بتعمل حاجه غلط يا زاهر. والله العظيم ما عملت اي حاجه تغضبك يا ماما. احنا في شرم الشيخ. في شرم الشيخ. كلها يومين ثلاثه وراجع على طول ان شاء الله. اطمني اطمني يا ست الحبايب. اديني كريم بقى اكلمه. اديني كريم. ايه كريم؟ كريم. ايوه ايوه يا كريم. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ اسمع يا واد، عايزك تخلي بالك من ماما كويس قوي. بقول لك ايه؟ انا عايزك تحلم، تحلم باي حاجه وانا احققها لك. يلا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. متشكر قوي يا نجيب. انا كان قلبي بيكون عليهم قوي، بس اول ما سمعت صوتهم روحي ردت فيا. بقولك يا كبير، ما هو مؤاخذة يعني مش زاهر بس اللي أمه حرنان عليه، ما احنا أمهاتنا برضه قلبها بيهف علينا، ولا احنا يعني ولاد البطة الدايخة؟ وبعدين ما يغركش يا كبير إن أنا عفياجي كده، أنا من جوه بسكوتة، بسكوتة يا كبير، وبفكر في أمي ليل نهار. هتكلمها فين؟ ده قاعدة في الشارع. لا يا كبير، ما أنا كمرت لها نمرة على عدة كده عشان أبقى أطمن عليها. تلاقيها رأيته؟ لا لا يا كبير، ما بعتوش، والنبي يا كبير، أسلم عليها بس يا كبير، عشان خاطر يا كبير أسلم عليها. خد. ربنا يبارك لنا فيك يا كبير. استاذنك بس اطلع النمره. ايه ده يا كبير؟ ايه ده؟ انت باين عليها يا كبير مش متاح ولا غير مغلق ولا الحاجات دي يا كبير. ودين يا حمار، لازم تطلب الاول الكود بتاع مصر اللي هو 002. ايوه يا حاجه. ازيك يا حاجة؟ اما انت وليه قليلة الادب صحيح؟ معلش انت بتشمل ايه؟ امسحها فيها يا كبير، امسحها فيها. خد امسحها فيها يا كبير. دي وليه شرشوحة؟ معلش يا كبير، معلش امي غشمة شوية. يلا. الو؟ ايوه يما، ايوه يما الغوالي، انا عبد الجليل. اما انت وليه قليلة الادب صحيح؟ الله، انا جرى ايه يما؟ في ايه؟ انا عبد الجليل ابنك يما، ابنك عبد الجليل. ايه؟ انت بلغت عني يما ولا ايه؟ ايه؟ اسرائيل؟ انا؟
لابس لبس لا لا ياما خالص لا 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 مفيش حاجه من الحاجات دي خالص ياما. الله، وبعدين ياما هو في جاسوس؟ في جاسوس بيلبس لبس عسكري؟ لا ياما خالص مفيش الحاجات دي. ايه ياما افهميني بس افهميني، عملوا فينا ايه يا اختي؟ طب ايه رايك بقى ياما احنا علمنا عليهم وشرطناهم من تحت لفوق. ياما شرم شرم، احنا كنا شرم شرم، احنا كنا في شرم ياما. وتلاقي بس اللي في اسرائيل ده واحد شقي ولا حاجه. والنبي ياما والنبي، عايزك تجيب جلابيه الحج اللي احنا قلنا عليها. والنعمه ياما نحججك، والنعمه نحججك. وعايزك ياما تفرش الملايه في الحاره وتقفي عليها بكعوبك وتقولي اي حد خد مني حاجه هردها له طق 10. يلا يا ام الغوالي، مع السلامة يا حبيبة يا حبيبة. شكرا يا فيفي شكرا. لو سمحت لي يا ناجي باشا دقيقة واحدة بس على ساعتك. ايه؟ هتكلم امك كمان يا شيخ حسن؟ لا، دي مكالمة لوجه الله، الشيخ عبد الله اللي مسك مكاني في المسجد. هو سنترال. خد. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟ ايه؟ لا لا يا راجل، هذا كذب وافتراء وبهتان. اعلام ايه يا راجل؟ حد يصدق الاعلام ده؟ اعلام كاذب. بقول لك ايه، انا راجع كمان يوم ولا اتنين بالكثير. سجاجيد المسجد كلها هتتغير اول عن اخر، والمنصه والمأذنه هيدنوا من جديد، وعاوزكم تتفاوضوا على حته الارض اللي جار المسجد دي. ايوه، عشان نعمل توسعات، ربنا يوسع عليكم وعلينا. ايوه، سلام عليكم، مع السلامه. سلام ورحمه الله. ربنا يخليك لينا. الله يخرب بيوتكم، التليفون قطع شحن. انت معكش شحن عربيه يا باشا؟ شحن ايه في الهو اللي احنا فيه ده؟ خلاص كلها نص ساعه ونوصل. يلا كله على العربيه. باشا، هو انا ممكن اخد نصيبي في سوريا؟ مفيش حد هياخد دولار واحد، كله هياخد فلوسه في مصر. اشمعنى يعني عايز تاخد فلوسك في سوريا؟ انا بقول يعني الواحد يقضي له يومين استجمام بعد العذاب اللي شفناه ده يا باشا. انت يا ابني فاكر العمليه خلصت؟ طول ما احنا بره مصر فعلا مهددين في اي لحظه، مفيش امان غير في مصر. عمار يا مصر، عمار يا بلد الامن والامان. والله انت عارف يا باشا، بلدنا دي يا مقاسد، ربنا يخليك لينا يا بلد، بس ايه، كان ليها شمخه في الحرب وشمخه اكبر في السلام. والله الوضع التجليل، ايه الحلاوه اللي انت فيها؟ ايه الوعي السياسي اللي جالك ده؟ انا امال ايه يا باشا؟ لا، اصل انا كنت منظم لمؤاخذه وقفات احتجاجيه ومعتصمات، وكنتش مظاهرات يعني. اي نعم، ثلاث ارباع الهتافات اللي كانت العيال بتقولها ديت ما كنتش فاهم منها حاجه، بس كنت حاسس ان جواهم حاجه كويسه. بس سيبك من ده كله يا باشا، انت عارف بعد اللي احنا شفنا ده كله ما يجيش لحظه واحده قدام عربيه فول وفحل بصل وقرن فلفل اخضر. قرن فلفل اخضر حراق. ايوه، جريت ايه يا عبد الجليل منك لله؟ مش بقول لك يا باشا، دي عالم فقريه، كل واحد معاهم ملايين الدولارات ورقهم جري على فوق. يا ساتر يا رب، اللهم اصنع عورتنا وامن عورتنا. العجله الورانيه اتخرمت يا باشا. يا توهام يا عبد الجليل، انزلوا ساعدوني اركب الاستيب. ابني مخروم يا باشا. يعني ايه؟ يعني لازم يتلحم يا باشا. يتلحم فين؟ عند ايه بتاع كاوتش. انتوا فاكرين نفسكم ماشيين في طريق مارينا؟ حلاق بتاع كاوتش هنا؟ وبعدين قاعدين تتكلموا في التليفون لغايه الشحن ما خلص. كنا كلمنا ابو حسين يبعت لنا حد يشوف لنا حل في البلوه اللي احنا فيها دي. يعني ايه يا باشا؟ هنفضل واقفين هنا لحد امتى؟ انا مش ناقصك يا زاهر. لو سمحت لي يا باشا،
اخدها جري انا عبد الجليل، نرجع لابو حسين نقول له يبعت لنا عربيه ثانيه. جري ايه؟ هتجري 50 كيلو؟ طب يا باشا ابو حسين بينط 5 متر، انا بقول ياخدها نط لحد ما يوصل لابو حسين. ولا مش وقت خف الدم خالص على فكره. يا باشا مفيش اي عربيات لحد من هنا خالص؟ احنا من ساعه ما مسكنا الطريق مفيش ولا عربيه عدت قدامنا. يعني احنا هنعمل ايه في البلوه السودا دي؟ صرح مسؤولون من المقاومة اللبنانية أن حزب الله على استعداد أن يسلم الأسرى الإسرائيليين الثمانية التي تطالب بهم إسرائيل، على أن تقوم إسرائيل بدورها بتسليم 500 أسير لبناني وفلسطيني معتقلين في السجون الإسرائيلية. وتشير التكهنات بأن إسرائيل سترضخ لشروط حزب الله، والدبلوماسية المصرية تسعى بين الجانبين لنزع فتيل الحرب وإنهاء الأزمة بشكل سلمي. عبد الجليل كلم امه وزاهر كمان وطمنوه، وشيخ حسن كلم الشيخ عبد الله. واضح ان هم عدوا مرحله الخطر وبقوا في امان يا فندم. صوتهم في التليفون كان فيه تفاؤل. واضح كمان ان هم معاهم فلوس كتير وبيأكدوا ان هم راجعين مصر بكره. وبقيه المجموعه مفيش اي اخبار عنهم؟ لا والله يا فندم مفيش اي اخبار. موضوع غريب قوي يا احمد. من نص ساعه حزب الله وافق يسلم الأسرى، إسرائيل هتفرج عن 500 من المعتقلين في السجون. أمال ناجي عطا الله والمجموعة اللي معاه لو متفائلين وفي أمان زي أنت ما قلت لي، أنا مش عارف حزب الله هيسلم مين للإسرائيليين؟ والله يا فندم الموضوع بقى فيه غموض شديد، أنا ما بقتش فاهم حاجة. خدوا الفلوس بقى ايه كلها وسيبونا عيش، سيبونا عيش بقى. زاهر 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 اصحى بابا، اصحى حبيبي، اصحى اصحى. اهدى 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 اهدى. روشتنا ما يخرب بيتك. حلم حلم فظيع يا نجي باشا. انا يظهر نمت وانا قاعد. اهدى كده وصلي على النبي، احكي لي كده وفضفض شفت ايه؟ حاكم انا يا باشا ليا في تفسير الاحلام شويه يعني. وده وقت تفسير احلام برضه يا شيخ حسن. النهارده احنا 29 منه، ودول العشر الاواخر، والعشر الاواخر دول ايام مفترجه، يعني اي حلم فيهم بيتحقق. يتحقق؟ يتحقق ازاي يا شيخ حسن؟ عاتبك اديك رعبته اكتر ما هو مرعوب. ايه ده؟ ايه؟ احكي لي شفت ايه؟ حلمت الناس لابسين ابيض في اسود داخلين علينا. نازلين من عربيه 4 باي 4 كحل ميتاليك. 4 باي 4 كحل ميتاليك. بعدين راحوا ماسكين الالي وراح نازلين في ضربة بالنار، ضربة بالنار، ضربة بالنار. الله أكبر، الله أكبر. ضرب نار يا باشا في الحلم يعني نصرة، والله ربنا حيفتحها علينا وحيفرجها. طب أنا حلمت اللي أنا باكل بقلاوة يا شيخ حسن، ده حلم وحش ولا كويس؟ لا ده خير وجايلك يا باشا ومن واسع كمان. هو كود الأحلام حلوة كده، مفيش حلم وحش أبداً. لا ده فار، فار عدى من تحت يا باشا. ده رزقه جايلك. الشمس غابت والمغرب وجب، الظاهر علينا هنفطر هنا. عموما انا عامل حسابي ومحضر كام وجبه ده مع شويه تمر، قلت يمكن نفطر في الطريق. لقيت فيها الظاهر كمان هنتسحر في الطريق يا شو حسن.
عبد الجليل كلمني وقال لي انه جاي افتح حاجه ساعه للحاره دي كلها حتى الخروب والبرتقان خلص عليهم. الف مبروك يا حاجه، ربنا يديمه بالسلامه. يا سلام يا اخويا، اهو جاي عشان كل واحد يحط لسانه في حنكه. يا حاره تحب اللت والعجن، اخصيه عليك واخصيه، واللي له قش عندنا هياخدوا على الجزمه القديمه. ليه كده بس يا حاجه؟ ده احنا اهل، هو حد يقدر يقول نص كلمه على عبد الجليل؟ ده فين شباب المنطقه؟ شوف ازاي، شوف ازاي يا اخويا، دلوقتي دلوقتي اجري واه، اجري هات لي حجر معس القص. وعندك حجر قص وصايه للست الحاجه ام عبد الجليل؟ مساء الفل يا حاجه. لا هي لا تمسك ولا تربحك، اجري. كيف وصلوا يا حسان؟ الشباب تركوا من الصبح؟ حكيتهم تليفوناتهم مسكره، خايفين يكون صار معهم شيء او تاهوا بالطريق. طيب رح ابعت سياره وراهم. ورحوا يا ابو عبد الله ومعهم كل هالمصاري، كان لازم نحن نوصلهم بنفسنا. خد سيارة روح وراهم، لازم يغادروا لبنان الليلة بأي ثمن. يا عم ابراهيم كفايه بقى الدخان عمانه. لازم النار تفضل عاليه عشان الديابه ما تجيش علينا. ديابه؟ هو في هنا ديابه؟ ديابه بس، ده في بلاوي. طب انا مستنيكم بقى في العربيه. ايه يا قايس؟ وانت مش خايف من الديابه انت كمان؟ ايه يا عسل؟ انت عارف ان انا ما بخافش من حاجه. ياما ده احنا معانا وحوش. على فكره يا ابراهيم، انا اكتشفت ان انت اكتر واحد بتخاف فينا كلنا. الله، ليه كده؟ عشان انت اكتر حد ميت على الدنيا وميت على الفلوس، والحركات اللي انت قاعد بتعملها دي عشان تداري الخوف اللي جواك. ده انت ما طلعتيش مناضله بس، ده انت طلعتي دكتوره نفسيه كمان. وايه تاني؟ حلليني، اصل دي اول مره حد يحللني. برغم ان انت بتسخر من كلامي يا ابراهيم، بس انت عارف ان كلامي صح قوي. تمام، انت حللتيني من جوه، احللك انا بقى من بره. مبدئيا الشفايف عايزه تتاكل. ولا عليا النعمه لو فتحت بقك بكلمه تانية هتفينك هنا، انت فاهم؟ انت مال اهل، احنا الاتنين بنحلل بعض، انت ايه اللي دخلك؟ سيبه يا حسام. نعم يا اختي. سيبه. طيب انت عايز تقول ايه يا ابراهيم؟ عايز تتغزل فيا؟ عايز تعاكسني؟ على العموم ده بيبسط اي بنت. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. اللهم نجنا واهدنا وابعد عنا الفاحشه. هديها مبسوط؟ لا يا ابراهيم انا مش مبسوطه. وبعدين انا مستغربه، يعني ازاي شاب مصري وفي سنك وبالتفاهه دي كلها؟ تفاهه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. يا
اصحى يلا في ديابه جايه. ايه ايه في ايه؟ انت بتصحيني عشان شويه ديابه يا ابني؟ ما تجيب الا بني ادم يا اخي. قوم يا ابني، انا مستعد اربع سلعوات عندنا ورا الجبل في الحاره. بيت خباك. ده شكله ديب يا حسام، شكله ديب يا حسام. في عربية جاية. خير ان شاء الله؟ ليش هيك وقفتونا؟ لا مؤاخذه يا قصه، بس اصل احنا عندنا عجلتين ضربه، لو نركب معاكم لغايه اقرب واحد بتاع كاوتش. كلكم بدكم تطلعوا معنا؟ لا مش كلنا، ده انا ومعايا واحد بس. واحد بس بيطلع يقعد هون جنبي. على شو عم تطلع؟ هي السياره سياره تكريم انسان، في معنى ميت بالتابوت اهدينه ندفنه بالشام، والشباب بيكونوا ولاده. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. شدوا حالكم يا رجالة، الباقية في حياتكم. الباقية حياتك الباقية حياتك الباقية. احنا آسفين اللي احنا عطلناكم، بس اعملوا يعني فينا ثواب. والله والله هتتحسب حسنة للمرحوم، لأن احنا كمان معانا مرحوم رايحين ندفنه إن شاء الله. هو الطريق ده كله ميتين ولا ايه؟ يا ابني بس تعبتنا تعبتنا بس. انا هركب مع الراجل الطيب ده لغايه اول واحد بتاع كاوتش. عايز ارجع ليكم مطرحكم، محدش يروح هنا ولا هنا. فاهمين؟ تحت امرك يا باشا. توامي، حط كاوتش فوق العربيه. تمام يا باشا. نفسي اتعرف عليكم في ظروف احسن من كده. اعرفكم بنفسي، انا من مصر، ناجي عطا الله، دبلوماسي سابق. دبلوماسي؟ شو عم بيعملوا الدبلوماسيه بهيك منطقه؟ الدبلوماسيه مكانهم المكاتب، اوتيلات، السيارات الفخمه. والله مش كلهم يا. هو اسمي الكريم هيك. انا بسام زيتوني من الشام، والشباب هون ناصر وسلمان ولاده للمرحوم. الله يرحمه الله يرحمه ويحسن اليه. بس اسمه ايه؟ ناصر. بس يا ناصر ما تعملش في نفسك كده، اجمد. امال يا اسمه ايه؟ سلمان. اجمد يا سلمان اجمد، هو دلوقتي عند اللي احسن مني ومنك. والاخوه من الشام برضو؟ ايه والله يا استاذ، من الشام. ما هو مصر والشام ايه؟ ما هو واحد. مصر ام الدنيا. ما قلت لي استاذ ناجي، انت شو عم تساوي هون بالمنطقة؟ احنا كنا عند ناس حبايبنا في جنوب لبنان، وبعدين حصلت حكاية الوفاة دي. بنت صغيرة عندها 25 سنة. اهلها اصروا انها تدفن في الشام، فاضطريت ان انا استنى معاها. والشباب اللي كانوا معك يعني اهلها؟ دول اهلها، دول اخواتها على اولاد عمامها، اصلهم عيلة تخينة. نعم؟ لا عيلة كبيرة يعني. ايوه على راسي. والله فرصة سعيدة تعرفنا عليك يا سيد ناجي. الله يخليك، والله المرحوم كان راجل طيب، مات موتة كريمة، مات في العشر الأواخر من رمضان. أنا مش عايزكم تزعلوا عليه، بالعكس أنتوا تفرحوا له. شرف سيدو. الله. تعجبك؟ عظيمة. خلاص خليها معك. الله يخليك يا سلمان. بسام بسام. والله الراجل طيب،
مرحوم راجل طيب. انا مش من الصبح بقول لكم ليلته ليله حلوه. شباب لا تاكلوا هم، ابوكم الله يرحمه رجال طيب، انتوا اطلبوا له الرحمه وباذن الله ربنا بيرحمه. هو المرحوم مات كم سنه؟ 95. كم؟ 95. اتخطف الله يرحمه. اي والله. كان متجوز؟ بس شو متجوز؟ عم لك هدول اولاده كل واحد قد الشنتير. قد ايه؟ الشنتير. قد الشنتير؟ ايه قد الشنتير. معلش الواحد مخه مصدوم. ابي يا استاذ كان متجوز 19 مرة وعنده 35 ولد وبنت. 35 شنتير. شنتير الله يرحمه. كان يرتكي على الحيط يقلبه. مين؟ يرتكي على الحيط يقلبه. يرتكن على الحيط يقلبه. ما شاء الله. والنبي ما طر علينا احسن يصحى تاني. انا ايه اللي ركبني معاك كل ليله؟ شبنا استاذ ناجي شو يصير؟ الدواليب العجلات. العجلات صحيح. عجلات ايه؟ لك السياره اللي انقطعت بالطريق وتركنا الشباب عندها، السياره المقطوعه. ايوه الله يخليك الله يكرمك. وحياتك كل ما انسى ابقى فكرني. على راسي. الله يا سلام، ايه الجمال ده؟ وحياتك علي الكاس شوي. على راسي. قد ايه صوتها حلو، الواحد بيسمعها كأنه عامل دماغ رباني. اي والله يا استاذ ناجي انا كمان بموت عليها للشحروره. الشحروره مين؟ دي فيروز. سطلتوا فيروز. دخلت الامور على بعضها. ايه بسمع هيك انا بموت عليها للشحروره. انت قلت لي والدك اتجوز كم مره؟ 19 مره. ما اتجوزش صباح منهم؟ الله عليك يا استاذ ناجي، علي الحلال انتم المصريين دمكم خفيف خفيف، لك افلامكم بتجنن، عندي اولادي الله يخلي لك اولادك، صبيين وبنت بيموتوا على افلام اسماعيل ياسين. ما هو مزراحي برضه كان بيحب اسماعيل ياسين. مزراحي؟ مين مزراحي؟ شو هذا مزراحي؟ مين قال مزراحي؟ انت قلت مزراحي هلا يا راجل. مزراحي ايه ده؟ انا كنت جايب البتاع عشان يلبس. الاخوه المستمعون مزراحي، السلام عليكم في كل مكان. اليكم نشره الاخبار من اذاعه جنوب لبنان. غدا في 8 صباحا ستتم عمليه تسليم الاسرى الاسرائيليين 8 للقوات الاسرائيليه، كما سيتم في الوقت ذاته استقبال 500 اسير كانوا معتقلين في السجون الاسرائيليه. هذا وستتم عملية التبادل تحت إشراف قوات الطوارئ الدولية وبإشراف ألماني. الأخوة المستمعون، لقد أعلنت دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غدا سيكون هو أول أيام عيد الفطر السعيد. أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركة. مساءكم طيبين يا جماعة. أنت طيب. أنت طيب. طيبين. إيه حبيبي طيبين كده. كل سنة وأنتم طيبين يا جماعة. وأنت طيبة. وأنت طيبة. عارف يا ابراهيم، انا كان نفسي قوي اقضي اول يوم العيد ده مع ماما. معلش يا حبيبي. يا ابني مصر لسه صايمه، هتفطر بعد بكره. ايه يا شيخ حسن، انت مش فرحان ان العيد بكره ولا ايه؟ افرح كيف يا ابراهيم؟ ها وافرح بانه عيد؟ اذا كانت ليبيا فطره النهارده والسعوديه ودول الخليج ولبنان يفطروا بكره ومصر تعيد وتفطر بعد بكره، يبقى قول لي مين كل سنه وانت طيب. بقول لك ايه يا شيخ حسن، احنا فين يا عم الحاج؟ احنا في لبنان والعيد حل علينا في لبنان، هتصومنا في العيد كمان؟ وانت كنت صايم تمام ومية مية 30 يوم في الشهر. اقول لك يا شيخ حسن فكها بقى، ده العيد في سوريا هيبقى تحفة. كل سنة طيب. وانت طيب.
سنة وانت طيبين. وانت طيب. طيب. مش بقول لك ابوك راجل مبروك هيعيد في احلى حتة. حضرتك الله يخلينا ياك يا عمي ناجي، علي الحلال انبسطنا فيه خيرات الله. من اول ما شفناك ونحن مبسوطين، هونت علينا الطريق. قلي لأشوف قديش قاعد بالشام مشان دوك الاكلات الشامية. ده هي ليلة واحدة وحنرجع على مصر. والله ما بيصير. شو هالحكي ها؟ تجي على الشام وما نقوم بالواجب يعني بالشو؟ طول عمرك اهل كرم يا سبان. بس سام يا اخي. ايوه ايوه. ما قلت لي وين نازلين بالشام؟ في اوتيل على الجبل، هي ليلة واحدة وراجعين على مصر على طول، ما تتعبش نفسك. لك شو تتعب نفسك ما تتعب نفسك؟ اعوذ بالله، ما بتطلع من الشام الا وبايدك علبة برازق ومعمول بعجوة، مشان تاكلهم هنيك وتتذكرني وتقول وينك يا بسام؟ ربنا يخليك. فاضل كتير على نقطة التفتيش؟ لا لا لا، شغلة 10 دقايق رح نوصل. شو بدي لك عمي ناجي؟ بدك ما تواخذني، صلي 29 يوم حارم نفسي. بتسمح لنا ناخذ قرفة؟ الله، تاخذ لك قرفة؟ لا لا ماليش فيه، اشرب انت وبس. شباب قولوا الله الله. يا شباب قلقتون عليكم. يا ابو عبد الله انت فين؟ العجل فرع مننا وناجي بيه راح عشان يغيره. راح لوين راح؟ عربيه يا ابو عبد الله، عربيه كانت معديه في الطريق شاورنا لهم ووقفونا. عربيه؟ شو شكل العربيه؟ عربيه تكريم انسان، كان فيها مرحوم ورايحين يدفنوه على الشام. ايوه ايوه، الامور هذه بتحصل دائما عنا. على كل حال نحن رح نبقى معكم لحتى نطمن انكم وصلتوا بالسلامه. ربنا ما يحرمنا منك يا ابو عبد الله يا رب. شو بقول اخ زاهر؟ لا اصله كان حلم كده ولما شافكم افتكر انه بيتحقق. ما تحملوا هم، انتوا هون بامان وبحمايتنا. الراجل ده كده رجوله على حق. قديه صار له ناجي بيك ماشي؟ بقاله بتاع ساعة تقريبا. ما بقى الا يوصل. ما انا معايا واحدة اهي، انت عايز تعميني ولا ايه؟ اشرب استاذ ناجي اشرب، مو مستاهلي. بسموك حشب سيجارتين. بزماناته في واحد محشش لقوه قاعد عم يشرب سيجارتين، وحده باليد وحده باليد. لك قالوا له لك شو انت مجنون؟ حدا بيشرب سيجارتين؟ قال لهم والله هي وحده عني ووحده عن رفيقي اللي بالسجن. بعد مده لقوه قاعد عم يشرب سيجاره وحده بس. قال له شو القصة؟ شو طلع فيك من السجن؟ قال له لا والله أنا بطلت. يخرب بيتك ده أنت مسخرة. إي والله. أخ يا أستاذ ناجي، أخ حلوة الدنيا، حلوة كتير، ما بيعكر صفوة إلا النسوان. شكلك كده متعقد من النسوان، باين عليك واخد بومبا. أستاذ ناجي تخيل الدنيا من غير نسوان. الشوارع فاضية، المحلات رايقة، تليفونات تقلق راسك ما في. أنا متأكد إنه شركات الاتصال كلها رح تسكر. رح حتى الصيدليات ببطلوا يبيعوا أدوية ضغط أو حب هذا مشان السكر. ورجال كلهم بدخلوا على الجنة. اسمع هاي اسمع. قال بزمانه واحد
محشش راح يخطب وحده قام قال له أبوها بدي مهرة 500,000. قام قال له المحشش شو هالحكي؟ ليش قديش حسبت لي الليلة؟ انت مصيبة. هذا الضابط كثير غليظ، هلا رح يوقفنا شي ساعة. هوياتكم لو سمحتوا. يا على راسي. شرف تاج راسي شرف. تفضل. من وين جايين؟ من الجنوب، تفضل. الأستاذ معكم؟ أنا معاهم. الله يخليك سيدنا، بدنا نوصل على الشام بسرعة، في معنا جثة ولازم نلحق إجراءات الدفن. وأنا راجع تاني على طول. ليه؟ عربيتي هبطت على الطريق وجاي أصلح الكاوتش بتاعها. وين تصريح الدفن؟ الباي بحياتكم. حياتك الباي سيدنا. عمال معروف افتح النعش، بدي يترحم على المرحوم. شو نفتح النعش يا سيدنا؟ الأموات اللي انحرمتهم ما بصير يا سيدي. اسمع الكلمة وما تجادل، هاي إجراءات أمنية. افتح يا ناصر، خلصونا في الليلة اللي مش عاجة تعدي دي. خليك محضر خير يا أستاذ ناجي، بوس إيدك يا سيادة الضابط، يعني هذا أبي ميت ورايحين ندفنه، شلون بدنا نفتح النعش حرمة ميت هي يا سيدي؟ الله يرحم أمواتك. قلت لك افتح النعش، أوام؟ خلاص إخواننا بقى ما تكبروش الموضوع. إي والله الحكي ما بصير. عسكر، افتح النعش. إيدكم لفوق لفوق. الله يخرب بيوكم.